السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين برنامجنا مطبخ الشروق، رجعنا لكم بحلقة جديدة ويوم جديد ووصفات جديدة ومتنوعة، وكالعادة معانا شيفنا الجميلة آية. زيك يا شيف آية؟ الحمد لله. الحمد لله. الليلة الوصفة شنو هتعمل؟ شنو كده وري المتابعين ده. أهلا بيكم الأول في حلقة جديدة من مطبخ الشروق على قناة الشروق. رمضان كريم عليكم. النهاردة أكلتنا حاجات خفيفة كده وبسيطة. هنعمل طاجن مكرونة بس مختلف، مش هنعمله بلحمة، هيبقى ببصل وصلصة وحاجة حلوة قوي قوي يعني. ويا سلام بقى لو شوية سبايسي، انتوا عارفين طبعا عشق للسبايسي. وهنعمل طاجن برضو او صينية، مش طاجن يعني، كوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة، وبطاطس محشية من النص مهروسة كده، ومحشية من النص لحمة مفرومة، وبرضو داخل الفرن. اكلنا كله النهاردة ايه؟ في صواني كده. اوكي، هنبتدي اول حاجة بالمقادير. المقادير قدامكم في الشاشة، شيف آية برضو وضح لهم المقادير اكتر. وهتبتدي بشو معنا؟ كيس مكرونة اللي هو 400 جرام، وهيكون معاها بصل، بس هي بتاخد بصل كتير شوية، وعصير طماطم ومعجون طماطم، ثوم، ملح وفلفل بس. وطبعا لو في فلفل حامي احنا هنحط فلفل حامي، حد يلوني فلفل حامي بعد اذنكم علشان لازم نعملها سبايسي. اديني الحلاق. اوكي، ايوه. هنحط ميه الاول لسلق المكرونه، وهنسيبها تغلي. قبل ما الميه تغلي هنعمل الخلطه بتاعتنا، اللي هي بقى عباره عن ايه؟ بصل كتير، بصل كتير، وهيتساب على النار لحد ما يحمر ويديني لون علشان اخد منه نكهه. برضو زي ما احنا متفقين تقطيعه البصل انا افضل انها تكون صغيره شويه. ليه طيب؟ علشان في ناس ما بتحبش تاكل المكرونه ببصل كتير، فعشان ما يبانش. بس هو يا جماعه تنبسطوا. انت بتحب السبايسي يا احمد؟ والله بحبه. ايوه، عشان بس ايه نبقى متفقين يعني، بدل ما انا لا. كل حلقه كده بعمل الاكل سبايسي و لا بحب السبايسي. انا هحط بصلتين كبار. ممكن طيب نبشر البصل؟ بص، البصل لما بيتبشر انا ببشره لما بكون عايزه اخد الميه بتاعته، لانه لما بيتبشر بيبقى سهل يطلع الميه بتاعته اكتر. اوكي، لكن انا هنا محتاجه النكهه بتاعت الميه بتاعته زي ما هتنزل في الاكل. أوكي. فعلشان كده يعني مش احسن ان احنا نبشره، احسن ان احنا نقطعه علشان اقدر ان انا زي ما قلنا استفيد منه بالظبط. كل ما اتبشر اكتر ينزل ميه. ناخد البصل الطيب. الحاجة المتميزة لالا في وصفتنا لليوم دي انها بسيطة وخفيفة وعلى قد الايد، مش مكلفة. لسه قايل لك مش مكلفة خالص وصحية برضو يعني، ما فيها لحمة، ما فيها للناس اللي ما بتحب اللحم. الناس الفيجيتيريان صح؟ الناس دي بتبقى متعبة قوي يا جماعة، وخصوصا لو في بيت البيت كله بياكل لحوم وهم لوحدهم، اللي اسمع اختي فيجيتيريان. اوكي، فعاملة لنا عذاب في البيت. فممكن ننوع برضو كده كذا وصفه للمتابعين بالظبط، الناس اللي اللي ما بياكلوش اللحوم، وحتى الناس اللي مش فيجيتيريان. الاكله بجد حلوه بسيطه. سيمبل. هنحط الزيت، نحط شويه زيت كده حلوين على قد البصل بتاعنا، وهنحط البصل. اهم لحظة. ايوه، انت عارف طبعا انا بعشق الصوت ده قد ايه. يا جماعة وانا بعمل اكل لو ما سمعتش التيش دي، لا الموضوع بيبقى صعب. هنقلبهم. هحط شوية ملح وهو بيتشوح، علشان الملح بيرفع من درجة حرارة الحاجة فما ياخدش وقت معايا. وبعدين يمكن بس ايه ناخد شويه البصل ده، هقطع الفلفل. انا هخليه حلقات، بس حلقات رقيقه شويه.
في الفرايه راحت هناك. واضح ان القرن حامي جدا اصلا. شوف الميه لسه ما طلعتش. انا عايزه البصل مش مجرد ان هو انا مش خايف مش بعمل حاجه يعني لونها ابيض فخايفه ان هو لما يحمر يغير شكلها معايا، لا بالعكس انا عايزاه يتكرمل خالص، فهسيبه لحد ما يحمر خالص علشان كل ما احمر زياده معنى كده ان هو بيتكرمل زياده. اوكي. حاجه من الاكلات بصراحه الجميله والسهله في نفس الوقت. كده معانا الفلفل ومعانا عصير الطماطم ومعانا معجون الصلصة. الاثنين مع بعض المعجون والعصير ولا ممكن حاجة واحدة؟ الاثنين. مش دايما الطماطم في السوق بيكون الموسم بتاعها حلو فتديني لون حلو في الأكل. اوقات كتير ما بتبقاش الطماطم بعد ما اعصرها مدياني اللون ده خالص، يعني لو الكاميرا جايبه اللون دي الطماطم عشان الموسم او كده، لكن اوقات ما بيبقاش الموسم بتاعها بتبقى الطماطم بيضة صح، فبحط الصلصه علشان تديني لون زياده وفي نفس الوقت بتدي قوام برضو الصلصه. البصله بدات يعني عدت مرحله ايه، بدات تصفر كده. هنحط بقى سن الثوم يعني تقريبا فصين مفرومين، برضه هسيبهم يتشوحوا مع البصل شويه. الميه هنا خلاص اهي هنزل فيها المكرونه. هنزل المكرونه، المكرونه ما بغطيش عليها خلاص بعد ما نزلتها. المكرونه هسلقها 4 دقايق يعني 3 دقايق ل4 دقايق مش اكتر من كده. هحط بس عليها شويه ملح ورشه زيت. انا عايزه اقول حاجتين في المكرونه. اول حاجه المكرونه لما بنيجي نسلقها انا بحط شويه زيت في الميه علشان المكرونه بعد ما تتسلق ما تلزقش في بعضها، وبعد ما بتتسلق المكرونه ما بحطش عليها ميه. المكرونه ما بتتغسلش بميه عشان كده بطلعها بعد 4 دقايق. لما بطلع المكرونه بعد 4 دقايق من على النار وهي فيها زيت مش هتلزق في بعضها، على ما تبرد هتكون كملت تقريبا 7 دقايق كانها بقى لها 7 دقايق على النار، فتبقى الدنتي مش الدنتي اللي هي نيه بس تبقى ماسكه نفسها، وفي نفس الوقت انا لسه هدخلها الفرن تاخد وش، فلو سبتها زي ما احنا بنسيبها في البيت 10 دقايق وربع ساعه هتتهري، وبعدين احنا بنطلعها نغسلها فبتتهري اكتر، وبعدين نحطها في الفرن فتطلع معجنه. لكن احسن حاجه ان انا لما اطلعها المكرونه تكون ماسكه نفسها. ده كده البصل معايا بدا اهو ايه يفرقع، بدا ياخد لون، هو ده اللون اللي انا عايزاه علشان يديني نكهه. ممكن نطلع فاصل؟ اوكي ماشي نطلع فاصل. عبال ما المكرونه ما تتسلق ونصفيها. طيب اعزائي المشاهدين هنطلع لكم فاصل لحد ما المكرونه تستوي ونرجع.
رجعنا لكم بعد الفاصل. خلونا نشوف المكرونة استوت يا شيف. كده خلاص هنطلعها بقى. ممكن انت تطلعها قبل ما انا ما... طيب لا انت شيف هتشغليني كتير كده ولا معلش. احنا لما بنطلعها بنطلعها على مصفى, وزي ما اتفقنا المكرونة ما بتتغسلش. انا شايفة البصل كده تمام. هحط الفلفل الحامي وهحط عصير الطماطم كوبايه ونص, ومعلقه عصير طماطم بوريه. ارجعها في الحله. طب ممكن تحط دي كده هنا. اوكي. وهنحط ايه بقى؟ هنحط واحدة ورق لورا, وهنحط شوية فلفل اسود, وهزود شوية ملح. ممكن من الزبدة. اوكي. اتفضل يا شيف. شكرا. وهحط بقى في الاخر حتة زبدة كده بسيطة قوي. هتديها نكهة حلوة. حتة زبدة. هنعمل ايه بقى؟ هنشيل ده. احنا كده سايبينها تقريبا لحد ما الطماطم اتسبكت وتمام. هنجيب الطاجن اللي هنغرف فيه. الطبق. ايوه. وهنقفل عليها. هنحط المكرونه جوه الصلصه تقريبا, يعني مش هسيبها كلها في الطاجن. ممكن اي نوع مكرونه صح؟ اي نوع مكرونه. وبعدين هننزل بيها هنا. هحاول انزل بالمكرونه واسيب شويه صوص على الوش من فوق. ننزل بالمكرونه بحيث طلعت. بعدين هنخلي اخر شويه صوص دول عليها من فوق. ايوه. نفردها كده. ممكن نشيل ورق اللورا. ايوه ورق اللورا هو ورق الغار. اللون عجيب يا شيف. بس هي كده يا دوب تدخل تاخد وش بس المكرونه اللي فوق دي تتحمر وبس. درجه حراره الفرن كم؟ 180. مسخن مسبقا؟ طالما هي سخنه يبقى لازم يبقى مسخن مسبقا. هنشيل دي بقى. ممكن نحط دي تحت الغطا ده. سخنه ولا ماشي كده؟ احنا خلصنا اول وصفة اللي كانت المكرونة اللي دخلناها حالا من الفرن اهي. افتكر اوعى تنسى عشان ما ينسايش. تاني حاجة معانا هنعمل الكوسة. هنعصر اللحمة. اللحمة محتاجة ايه؟ بصل مفروم, ويجربوا اللحمه اللي متعصجه بالطريقه دي هتعجبكم قوي قوي. نولع على الحله. في ناس ممكن تكون بتعصجها كده, في ناس هتبقى اول مره تعرف الطريقه, بس بجد هتبقى حلوه قوي. الناس اللي بتجربها اول مره تجربها يا اخوانا وتورينا رايها شنو. عجبت الطريقة دي ولا الطريقة التقليدية؟ هي قريبة من التقليدية, ما فيهاش حاجة مختلفة كتير على فكرة. والله؟ بس يعني حاجات بسيطة كده بس. هنحط زيت زي ما اتفقنا ان الزبدة بنحطها في الآخر. نحط شوية زيت. وهنحط البصل.
وقلم البصل ما يتحمر شوية هنعمل ايه بقى؟ هنبشر الجزر. مفضل نبشره على الناحية الخشنة عشان ما يبانش. يعني هاخد جزرية تقريبا، بتدي طعم وتسكيرة في اللحمة غريبة عجيبة يا جماعة بجد. طيب يا شيف آية، الخطوة بتاعت الجزر دي اختياري صح؟ عشان يعني لو عايزين حاجة طعمها مختلف وحاجة حلوة بجد وزي أكل برا، يعني يفضل إن احنا نحطها. ممكن نفرمها على الواسع لو في حد اصلا هو بيحب الجزر وبيحب طعمه، بس انا بفرمها على الناحية الضيقة علشان لو في حد ما بيحبش الجزر فبرضو ايه ما نبقاش ضايقناه او نبقى ضايقناه نص نص. هنحط البصل مع سوري الجزر مع البصل. وهنحط معاهم فص ثوم مفروم. وهنسيبهم بقى ايه مع نفسهم كده ياخدوا يدوا مع نفسهم لحد ما احنا نحضر الكوسة اللي احنا هنستخدمها. هقطعها حلقات، بس هقطعها تخينة شوية عشان تستحمل معايا ما تتهريش. انا هعصج اللحمه اللي احنا هنستخدمها في البطاطس واللي هنستخدمها في الكوسه. بمناسبه البطاطس، احنا ممكن نحط البطاطس تتسلق عبال ما اللحمه تتعصج. اول حاجه لازم نسلق البطاطس في صينيه البطاطس اللي هنعملها. لازم نحطها تتسلق. دي كده الكوسه، ممكن البطاطس. البصل بدا اهو لونه يحمر معايا. شكرا. عفوا. هقطع بس البطاطس علشان ما تاخدش وقت. طبعا الحاجه كل ما قطعناها اصغر كل ما الوقت بتاعها على النار كان اقل. هنقطع البطاطس الصغير على قد ما نقدر. نشوف بس البصله. البصله كده معايا، البصله كده معايا تمام. هحط معلقه معجون طماطم، معلقه حلوه صلصه، معلقه صلصه. صلصه ممكن نحط حبهان، بس انا هحط في حبهان. هحط قرنفل وهحط حبهان وهحط ورق لورا وهقلبها حلو. دي ما فيها الا سبايسي يا شيخ؟ لا ما فيهاش سبايسي. وبعد كده هحط اللحمه. مش هحط اللحمه دي كلها لان انا شايفه ان البصل قليل، فهاخد بس الكميه يا دوب. للوصفتين محتاج لحمة كمية قد الشرف. ثواني هقولك. محتاجة على حسب الصينية اللي انا هعملها. انا هعمل الصينيتين اللي انا هعملهم صغيرين جدا، ف
فمش هاخد اكتر من يعني ربع كيلو لحمة مش اكتر من كده. كويس طيب. هسيب اللحمة زي ما قلنا زيها زي اللحمة المفرومة. المشاهدين بعد كده هكون اتعودوا. انت شاطر. اللحمة زيها زي اللحمة المفرومة هسيبها تاخد الصدمة واللون هيغير وبعد كده اقلبها. المايه بدأت تغلي. المايه بدأت تغلي هنزل فيها بالبطاطس حالا وهنغطي عليها كمان عشان تستوي على طول. ممكن نغطي عليها. اللحمه كده خدت صدمه من الناحيه اللي هقلبها. وهديها نص كوباية شوربة. شوربة لحمة صح؟ شوربة لحمة. انا بفضل ان انا استخدم الشوربة بدل ما استخدم مرقة الدجاج. لما باجي اسلق لحمة او اسلق فراخ بيفيد مننا شوربة ما نرميهاش، ممكن تتحط في اكياس ونشيلها في الفريزر ونستخدمها في الحاجات دي بدل ما استخدم المرقة الجاهزة. طبعا الشوربه اللي بتكون معموله في البيت بتكون اصح كتير يعني، فانا بفضل ان احنا نستخدمها بصراحه. فيها الخلاصه طبيعيه. فيها طبيعيه ما فيهاش أيوة. اي مواد حافظه حاجه صحيه يعني. فاحسن من المرق. بالظبط. ومتوفره في البيت يعني. ايوه توفيرها في البيت. ايوه بالظبط. هنجيب دي هنا بقى ونعمل هنا الكوسه الخلطه بتاعت الكوسه عشان نحطها في الصينيه على طول. علشان اعمل صينية الكوسة انا ممكن اعمل حاجتين، يا اما ان انا اشوح الكوسة ممكن يا اما ان انا باخدها ني في ني واحط عليها اللحمة وادخلها الفرن وخلاص. حاجة تانية ان انا بشوحها. انا بفضل ان انا اشوح الكوسة مع سنة توم وشوية زيت، مش هحط بصل لان اللحمة فيها بصل. بيبقى التست بتاعها احسن بصراحه كتير، طعمها بيبقى احسن كتير. انا هحط زيت وهحط الكوسه وهحط الثوم فصين ثوم مفروم، هحط رشة ملح وهحط رشة فلفل اسود وهحط مكعب زبدة عشان بقى ايه ننكهها كده شوية. هشوحهم وبعد كده هنبصها ونعمل بشاميل ونحط عليها. هنحضر البشاميل؟ هنحضر البشاميل بس ممكن نطلع فاصل. طيب ممكن نطلع فاصل. أعزائي المشاهدين نرجع فاصل ونواصل إن شاء الله. عارفين اكتر شي مفيد وبيعزز المناعة شنو؟ فيتامينات ألف ودال، وهس الاثنين بقوا موجودين في زيت صباح وفي كل وجبة بعملها عشان أسرتي وأطفالي دايما يكونوا محميين في الملعب أو معي في البيت. زيت صباح، مناعة تزيد كل صباح جديد. أكبر حكون طيار دار أكبر
أجا تاجر، عايزة مهندسة، عايزة فرائضة فضاء. أنا تكتر، عايزة أبقى ملك. ها؟ برنس قصدي انجع عزاير. ده لأولادنا لبن الوادي في كل المكونات اللي بيحتاجوها أولادنا عشان يكبروا ويبقوا العايزين. لبن الوادي لي ولأولادي. من مروج. ده حكاية كل يوم في كل بيت في بلدنا، جوا قلوبنا نعمة نعمة في كل حياتنا. نعمة طول ما الإيد بتبدع تصنع الأطباق تنوع، بالمحبة تزيد زيادة وبتعنى بيهم كالعادة. أغلى من في الدنيا عندي، نعمة زيت خفة وسعادة، نعمة زيت والصحة نعمة. زيت نعمة خفة وسعادة وفي كل بيت نعمة. إنتاج مصنع أولمبيك لزيوت الطعام. ورجعنا من جديد نواصل وصفاتنا لليوم. شيف آية؟ أيوة. واقفين وين هنا؟ واقفين إن كده اللحمة خلاص. أها. ممكن تاخدها لنا جنبك؟ أوكي. عشان نعمل، وده برضو خلاص هنركنها برضو على جنب اللي هي كده هنا، وممكن بقى تديني دي عشان نعمل البشاميل. البشاميل، البشاميل مقدار المادة الدهنية قد مقدار الدقيق، يعني هحط معلقة زيت أو زبدة أو الاثنين مع بعض. أنا هحط الاثنين مع بعض، هحط تقريبا يعني معلقتين، معلقة زيت ومعلقة زبدة. ممكن طيب بدل الزبدة نبدل سمن أو حاجة تانية؟ أو ممكن أي مادة دهنية. وهحط عليها معلقة دقيق. أنا عايزة بشاميل تقيل، فممكن أزود الدقيق شوية عشان عايزاه يبقى طبقة من فوق. نقلب الفل. هنقلبهم حلو لحد ما الزبدة كلها تسيح كده في قلب الدقيق، وبعدين يدوب يدوب يبدأ يشكشك كده شوية. مش هسيبه يحمر، لاني لو سبته يحمر يبقى انا بعمل بشاميل لونه اغمق شوية، وانا عايزاه ابيض مش عايزاه غامق. وهنحط اللبن. ممكن تحط لي اللبن؟ حاضر. يلا. ايوه. حط كمان. تمام. ايوه. بس انا بعمل حاجه في البشاميل، انا بحب يكون لبن وشويه شوربه، نديله تيست حلو قوي، وخصوصا ان احنا لو عملنا الشوربه كده وسلقناها، اللحمه اتسلقت كانت الميه فيها بصل وجزر وطماطم، طماطمايه صحيحه زي ما هي، بصلايه جزرايه، بصلايا جزرايا، قرنفل، حبهان، ورق لورا، وعود قرفه، بتدي تيست حلو قوي. ممكن تحط لي الشوربه؟ فهحط، بحط مقدار اللبن قبل مقدار الشوربه على فكره. بس ايوه، هنحطها على جنب هنا. ايوه. وهنوطي عليه، والبشاميل هنوطي عليه، والبشاميل اللي بياخد على النار مش اقل من 20 دقيقه. ليه؟ انا استخدمت دقيق. الدقيق ده هو حاجه بتحتاج ان هي تستوي. احنا للاسف اوقات كتير في البيت
بنقوم عاملين البشاميل بسرعه وخلاص ربط وتقل خلاص كده هو معايا خالص ويلا نستخدمه، بعدين نرجع نتعب نبقى مش عارفين احنا معدتنا بتتعبنا ليه لما بناكل. ما احنا معدتنا تعبتنا لان احنا كنا دقيق يعتبر مش مستوي، فلازم اسيبه على النار يستوي. الافضل انها من 25 دقيقه 35 دقيقه بسيبه على نار هاديه وكل شويه اقلب فيه لحد ما يستوي معانا. في ناس يا شيف بتجيب البشاميل الجاهز. ده بقى الحاجات الجاهزه دي انا بقلب بشوف مكتوب ايه بعمل زي ما مكتوب. مكتوب انه يقعد 6 دقائق على النار بسيبه 6 دقائق على النار، مكتوب انه يقعد اقل من كده بسيبه اقل من كده. ممكن الكوسه. الزمن اتغير فالناس بجد السرعه بس جاهز. هحط نص الكوسه وهحط مش بس في كوسايه هنا لازقه في بعضها مضايقاني. ايوه عجبني قوي الطاجن الصغير ده او الدايركس الصغير ده، تحس كده حاجه. ممكن اللحمه، انا قصدي ان انا احط صلصه على اللحمه علشان يطلع لونها محمر شويه. هنحط لحمه مفرومه ليه العذاب؟ ليه بنتعذب لما ممكن ما نتعذبش؟ لا ممكن نتعذب عادي، بس ممكن نتعذب بدي عذاب اقل شويه. ممكن تقلب في دي. اللحمه دي هنستخدمها للبطاطس وهنستخدم مكرونه. مش تفكرونا بالمكرونه؟ افتكرنا المكرونه في اخر لحظه. والبشاميل اللي هنا ريحته بجد رهيبه. اهم حاجه البشاميل انا هسيبه على النار مده طويله فما سيبهوش يغلي علشان اللبن ما يفصلش معايا. انا كده مليتها لحمه اظن كده كفايه يعني عشان يبقى في مكان اصلا احط بشاميل. خلي دي بقى جنبك وهنحط بقيه الكوسه. انا بس مش محتاجه كتير، محتاجه ان هي بس ايه يا دوب تغطيها كده. ده بس كده حاجة ايه يدوب تغطي كده على الوش. البشاميل كده معايا تمام. هنحطه على وشها. انا ما حطيتش على البشاميل لا حطيت ملح ولا فلفل لان كل حاجه عندي متبهره حلو. يا اما ان انا بتبل البشاميل بس بخلي اللحمه والكوسه تبلتهم اقل شويه وهدخلها الفرن على درجه حراره 180. بشغل عليها على درجه حراره 180 وبسيبها من فوق يعني بفتح عليها من فوق ومن تحت. برضو ممكن نوري الساده مشاهدينا الكاميرا المكرونه بعد ما طلعت. ايوه هنجيبها هنا ننظف لها بس. دي المكرونه اللي بيحب انها تكون جوسي شويه يزود عليها يزود الخلطه شويه ويسيب شويه يحطهم عليها من فوق. انت عملت كده صح؟ انا ما حطيتش كتير من فوق لان انا بحب المكرونه دي بصراحه لما بتبقى كريسبي كده فبتبقى حلوه. بعد كده هنعمل شنو؟ بطاطس بقى. كده احنا عملنا تاني وصفه اللي كانت الكوسه، وخلينا نشوف اخر وصفه معانا بطاطس. يلا نطلع فاصل. نطلع فاصل. فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع لكم، خليكم جرب ما تمشيش بعيد.
ورجعنا لكم من تاني ان شاء الله ما نكون طولنا عليكم. تعالوا نشوف باقي اخر وصفه لنا. شيف عايا، احنا دلوقتي فضل لنا اخر حاجه هنعملها، هنعمل صينيه البطاطس اللي محشيه لحمه مفرومه. البطاطس كده استوت، احنا كنا مقطعينها صغير عشان ما تاخدش وقت. من الحاجات المهمه وانا بعمل البطاطس اني انا اهرسها اول ما اشيلها من على النار، يبقى هرسها اسهل بكثير. ههرس البطاطس وهتبلها. تتهرس بسرعة جدا وبسهولة وهي مسلوقة سخنة كده. هحط ايه بقى؟ هحط زبدة يلا الحمد لله قصدي والله احط حتة واحدة بس هما وقعوا اتنين. هحط شوية ملح، شوية فلفل اسود، وفص ثوم مفروم، لو ما في زبده نخد سمنه وكميه قدر السمنه. بالظبط، هحط سمنه بس يا دوب، معلقه اللي هي معلقه الشاي، معجون طماطم، وهحط ربع كوبايه كريمه، ونقلبهم بقى حلو. ممكن احط معاها خضره، يعني ممكن احط بقدونس او الناس اللي بتحب الكزبره الخضراء. هقلبها حلو. التوم معاها بصراحه بيبقى خطير، والصلصه بتديها طعم حلو قوي على فكره. ايه كده اتهرست، هنجيب بقى الطاجن او الصينيه اللي هنعمل فيها. هحط برضو ايه كميه كده مش كتير. نفردها حلو. ممكن اللحمه، ممكن وهنحط شويه لحمه، لحمه حسب الرغبه، اللي عايز كتير، اللي عايز حبه صغيرين بس. واحده ورق لورا، اكله بسيطه ومختلفه وبرده تعتبر مش مكلفه. ما اعتقدش ان مفيش حد فينا ما بيحبش البطاطس، يعني سهله بعين سريعه، يعني ما بتاخد وقت. بالظبط، يعني ممكن احنا نكون زي ما احنا عملنا، الساده المشاهدين برضو ممكن يعملوا كده، ان يكون عندهم اللحمه اوريدي هم مجهزينها ويستخدموها كذا استخدام. لما اجي نعصج لحمه عشان دلوقتي الناس وبتشتغل، ممكن تعمل في مره كميه ونخزنها اكياس، نقسمها في اكياس ونحطها في الفريزر. موضوع سهل جدا. وبعد كده هناخد شوية بقسماط، بقسماط الناعم، نرش بس على الوش. لو ما في بقسماط يعني عادي ممكن تتحط لوحدها، انا هحط بقسماط وزبدة، ممكن نحط الزبدة بس، بس يعني احسن ان نحط بقسماط، بيديها طعم حلو وبيديها شكل في الاخر حلو. وهاخد مكعب زبدة، مش هاخده كله بس هقسم منه حتت كده واحطها شرايح كده، هي لما تدخل الفرن وتسيح هتديني الطبقه اللي انا عايزاها. ممكن دي تتعمل في رمضان مقبلات، ممكن يعني جنب اكلات كتير تنفع. يوم تنفع برضو، ممكن تنفع سحور صح؟ تنفع سحور، ممكن نحشيها اي حاجة، ممكن نحشيها فراخ، ممكن نحشيها سجق، ممكن نحشيها كبدة، ممكن نحشيها جبن، ممكن خضار، ممكن خضار، ممكن نحشيها فراخ وجبن. وبعدين بقى جه في بالي فكرة كده بس مش موجودة،
كنت هحط عليها شوية البشاميل بس يلا خلاص مش مهم، هنحطها في الفرن. فاصل أعزائي المشاهدين ونرجع لكم، خليكم قرب ما تمش بعيد. ورجعنا من تاني نشوف باقي اخر وصفة نكمل. اول حاجة طلعناها كانت المكرونة، سلقنا المكرونة 4 دقايق مش اكتر من كده. اوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله على الشكل، شايفين الجمال شايفين الجمال. بحب اشم بس ريحة الحاجة دي. الكوسة جماعة اصلا وهي بتبقبق كده خطيرة 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 خطيرة. اهي اخر حاجة عملناها كانت البطاطس المهروسة، نشوف. سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اللوحة الفنية الثانية. ايوه ماشي. ممكن بقى ايه نعمل كده، نجيب البطاطس دي هنا، نجيب جنبها الكوسه، نحط المكرونه هنا كده. حلقتنا خلصت، دي كانت اخر وصفه معانا، وصفه البطاطس. جربوها وقولوا لنا رايكم ايه، وقولوا لنا عايزيننا نعمل لكم ايه في الحلقات الجايه وطول شهر رمضان واحنا معاكم. السادة المشاهدين بتمنى تكونوا استفدتوا بكده، حلقتنا لليوم خلصت، فأنا أقول لكم الوداع ولكن انتظرونا في حلقة جديدة. مع السلامة.